السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله طالبات الصف الثاني الثانوي. اليوم إن شاء الله هنستكمل مع بعض الجهاز العصبي، نتعرف على الأقسام الرئيسية للجهاز العصبي وتأثير العقاقير عليه. من أهدافنا لدرس اليوم تبتكر الطالبة مخططا يوضح الأقسام الرئيسة للجهاز العصبي، تقارن بين الجهاز العصبي الجسمي والجهاز العصبي الذاتي. أما بالنسبة للفكرة الرئيسية أن الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي هما الجزئان الرئيسان للجهاز العصبي. إحنا كده عرفنا من الفكرة الرئيسية أن الجهاز العصبي يتكون من جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. تعالوا مع بعض نتعرف على مكونات الجهاز العصبي. يتكون الجهاز العصبي من قسمين رئيسيين، الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. بالنسبة للجهاز العصبي المركزي، الجهاز العصبي المركزي بيتكون أيضا من جزئين رئيسيين، الدماغ والحبل الشوكي. الدماغ بيخرج منها 12 زوج من الأعصاب الدماغية الطرفية، ويتكون من 4 أجزاء. أولا المخ، ثانيا المخيخ، ثالثا جذع الدماغ، رابعا منطقة تحت الميهاد. أما الجزء الثاني من الجهاز العصبي المركزي فهو عبارة عن الحبل الشوكي، ويخرج أيضا من الحبل الشوكي 31 زوج من الأعصاب الشوكية. أما بالنسبة للجهاز العصبي الطرفي، نجد أن الجهاز العصبي الطرفي بيتكون من جهازين، جهاز عصبي ذاتي، وهذا يعمل بطريقة لا إرادية ويوصل المعلومات إلى الأعضاء الداخلية التي لا تخضع لسيطرة الإنسان، والجهاز العصبي الجسمي وهذا إرادي، أي أنه يتحرك تحت سيطرة الإنسان ويوصل المعلومات من الجلد والعضلات الهيكلية وإليهما. الجهاز العصبي الذاتي بينقسم إلى جهازين، جهاز عصبي جار سمبثاوي وده بيعمل في حالة الراحة، وجهاز عصبي سمبثاوي وده بيعمل وقت الشدة والإجهاد. طيب تعالوا نتعرف مع بعض على مكونات الجهاز العصبي المركزي. وبالنسبة لأقسام الجهاز العصبي المركزي، اتفقنا ان هو بيتكون من الدماغ والحبل الشوكي. طيب الدماغ عندنا بيتكون من 4 أجزاء، أولهم المخ، والمخ هو المسؤول عن الفهم، الإدراك، التذكر، الحفظ، وهو يشكل الجزء الأكبر من الدماغ. أما بالنسبة للمكون الثاني هو عبارة عن المخيخ، وهو يقع في الجهة الخلفية أسفل المخ، وهو المسؤول عن توازن الجسم. المنطقة الثالثة وهي عبارة عن منطقة تحت الميهاد، وهي منطقة صغيرة مسؤولة عن الجوع والعطش والجنس والنوم والاستيقاظ. أما بالنسبة للمكون الرابع والأخير هو عبارة عن جذع الدماغ، وجذع الدماغ بينقسم إلى جزئين، القنطرة وهي التي تصل بين المخ والمخيخ، والنخاع المستطيل والتي تصل بين المخ والحبل الشوكي، والحبل الشوكي هو يعتبر هو المكون الآخر من الجهاز العصبي المركزي. أما بالنسبة للجهاز العصبي الطرفي فيتكون من جزئين، الجهاز العصبي الجسمي والذاتي. بالنسبة للجهاز العصبي الجسمي وهو المسؤول عن توصيل المعلومات من المستقبلات الحسية إلى الجهاز العصبي المركزي، ناخد عليها مثال زي الأعصاب الحركية اللي بتوصل بين الجهاز العصبي المركزي والعضلات الهيكلية.
والعمليات هنا بتتم بطريقة إرادية، ولكن ليست جميع استجابات الجهاز العصبي المركزي إرادية، فهناك رد الفعل المنعكس والذي يتم بطريقة سريعة لا إرادية، ولا يشترك الدماغ في رد الفعل المنعكس. أما بالنسبة للجهاز العصبي الذاتي فهو يعمل بطريقة لا إرادية، وينقسم إلى الجهاز العصبي السمبساوي والجهاز العصبي الجار سمبساوي. بيختلف تأثير الجهازين على الأعضاء الداخلية، فيعمل الجهاز السمبساوي وقت الشدة والإجهاد، أما الجهاز الجار سمبساوي فيعمل وقت الراحة. لو شفنا تأثير الجهازين على بعض الأعضاء الداخلية مثل القزحية، بنجد أن في حالة الجهاز السمبساوي في حالة عمله بتتسع، أما الجار سمبساوي بتضيق القزحية. الغدد اللعابية بيقل إفرازها وهنا يزداد إفرازها. بالنسبة للمخاط تبع الفم وتبع الأنف بينخفض الإفراز في حالة المنبه السمبساوي، ويزداد إفراز المخاط في حالة المنبه الجار سمبساوي. طبعا بالنسبة للقلب في حالة الإجهاد والشدة بيزداد معدل نبضات القلب، أما في حالة الراحة بيقل معدل نبض القلب. والرئة بتنبسط عضلات القصيبات، أما في الجار سمبساوي بتنقبض عضلات القصيبات. وبالنسبة للمعدة والأمعاء والأمعاء الغليظة في حالة المنبه السمبساوي بيقل انقباض العضلات ويقل إفراز العصارة تبع كل جزء، أما بالنسبة للمنبه الجار سمبساوي بيزداد انقباض العضلات ويزداد إفراز العصارة الهضمية في كل جزء من أجزاء القناة الهضمية. أما بالنسبة للجزء الثاني في درسنا اليوم وهي تأثير العقاقير، كيف تعمل العقاقير وما هو العقار؟ هي عبارة عن مواد طبيعية أو مصنعة تغير وظيفة الجسم وتؤثر على الجهاز العصبي بطرق عدة. أولا تسبب زيادة إفراز النواقل العصبية، وتعمل على تثبيط المستقبلات وتمنع ارتباط النواقل العصبية بالمستقبلات، وتمنع أيضا النواقل العصبية من مغادرة منطقة التشابك، وتحل العقاقير محل النواقل العصبية، وبالتالي فتؤثر في الجهاز العصبي. ومن أمثلة بعض العقاقير المعروفة هناك الكافيين الموجود في القهوة والشاي والصودا والشوكولاتة، وهناك أدوية بتعطى بوصفة طبية مثل المضادات الحيوية والمسكنات، وعقاقير أخرى بتعطى دون وصفة طبية مثل الإسبرين وأدوية الرشح والبرد، وهناك أيضا التبغ الموجود في السجائر. ومن أنواع العقاقير المتداولة التي يساء استعمالها مثل المنبهات التي تزيد من اليقظة والنشاط الجسمي، من أمثلتها النيكوتين الموجود في السيجار والسجائر، والذي يعمل على تضييق الأوعية الدموية ورفع ضغط الدم وأيضا الإصابة بسرطان. وأيضا من المنبهات الكافيين، وهو من أكثر المنبهات التي يساء استخدامها، ويوجد في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والشوكولاتة. ومن تأثير الكافيين أنه يعمل على رفع مستوى الأدرينالين في الجسم. وهناك بعض الأدوية التي لها تأثير يقلل من نشاط الجهاز العصبي مثل المسكنات أو المثبطات، ومن أمثلتها الكحول. والكحول يؤدي إلى شعور الإنسان بعدم التركيز، ويؤدي إلى نقصان كتلة الدماغ إذا تم تناوله على فترة زمنية طويلة، وأيضا يؤدي إلى تلف في الكبد والمعدة وقرحة الأمعاء وارتفاع ضغط الدم. وأيضا من أمثلة المسكنات المستنشقات، وهي عبارة عن أبخرة بتتصاعد من المواد الكيميائية والتي لها تأثير مثبط
على الجهاز العصبي، وقد يتعرض لها الإنسان بقصد أو بدون قصد، وإذا تعرض إليها لفترة زمنية قصيرة ممكن أن تؤدي إلى التسمم أو الغثيان أو الشعور بالتقيؤ. ولكن لو تعرض لها الإنسان لفترة زمنية طويلة فتؤدي إلى فقدان الذاكرة والسمع، وأيضا مشكلات في الرؤية وتلف الجهاز العصبي الطرفي والدماغ. أما بالنسبة للجزء الأخير من درسنا اليوم وهو الفرق بين التحمل والإدمان، فما هو الفرق بين التحمل والإدمان؟ التحمل هو احتياج الشخص إلى المزيد من العقار لكي يشعر بنفس الأثر. أما بالنسبة للإدمان فهو عبارة عن اعتماد نفسي وفسيولوجي على العقار. ومن هنا فقد انتهينا من درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.